اجمع اشوفوا في ناس ودي جاتنا 17 مليون من 82 ما نبوناش عليها لحتى اليوم. راه كل يوم دومين يزيطنا البراوات قال ما تخلصوش ولا تخلصوا اللي هو عنده الشاك والله يخلص راني غادي نقطع عليه الله خلص اللي يخلصها. والشعب بطال، الشعب يبات بلا عشاء، الشعب ما عندهاش باه يخلص، والخلاص ما عندناش باه نخلص. في 40 سنة ما قالولناش الخلاص، ما جابولناش ورقة، ما نابوناش، رانا في 400 ولا 5 ما قالناش واحد. حتى للخطرة قالوا لنا الخلاص جابولنا 17 مليون في ضربة واحدة. نحن مواطنو ضايع زراقت اليوم في وقفة احتجاجية، نندد ونستنكر بقوة هذا القرار غير بدون سابق إنذار، يعني اللي يشمل الضرائب على المواطن البسيط. واللي كلفوه انه يخلص هو ما عنده حتى دخل ابسط دخل ما عندهش مخير فينا يخلص 500 ميل هما فرضوا علينا ضرائب دون سابق انذار مع العلم ان هذه القريه تعاني من ابسط متطلبات العيش كلا ارسي قريه اشتراكيه ما كلا ارصفه لا اناره عموميه لا حتى شيء لا كلا طريق لا والو انت اللي تجي دير لي الضرائب 17 مليون بسم الله الرحمن الرحيم حنا اليوم انا في وقفه احتجاجيه ومبلعين طريق طريق 92 رابط ما بين البلدية عين تقونا ولاية صعيدة لسبب واحد وهو تفاجئنا بهذا القرار الإعذار البناء. حنا المشكل اللي عندنا ما عندنا حتى أدنى كاغط عليها ما عندنا لا ملكية لا عقد إيجار. حنا عطاوها للشوابي الله يرحمهم من كانوا هنا جابوهم قالوا لهم ودي قعدوا فيهم هم قاعدين. نتفاجئوا اليوم في 2020 من 82 راها هذا البلد هذه القرية إلى غاية يومنا هذا نتفاجئوا حتى من الدراهم راحت داوها اللي كانوا في الحكم وجاو حنا باغيين نتردوا الدراهم على ظهرنا حنايا. المطلب تاعنا تمحوا لنا هذه الديون كما هي وتجيبوا لنا الوالي ما تعطوناش وعود كاذبه. يا ملينا من الوعود الكاذبه ملينا من الوعود. كما تعلمون قريه ضايت زراقة قريه اشتراكيه وبالطبع كان فصل فيها القانون بحكم ان القريه الاشتراكيه تابعه للاملاك البلديه وهذه السكنات كانت مسجله منذ زمن طويل في سجل الارتكاز تاع البلديه وكانت من املاك المنتجه للمداخيل وكون المواطنين كانوا بصفه مستاجرين ترتب عليهم مخلفات هذا الايجار. اليوم شفنا بلي كي راسلتهم امين الخزينه راسلهم جاهم المبلغ كبير. حنا تحاورنا معاهم في مرات سابقه قلنا باش نديروا معاهم حلول لترضي الجميع واليوم السيد الوالي كان يستقبلهم على مستوى الولايه استقبل مجموعه من مثل هذ المواطنين وطمأنهم وعطاهم حلول وحلول ان شاء الله تكون حلول ترضي الجميع داخل الاطر القانونيه.